السلام عليكم، معاكم علي وحياكم في قناتي. الحين انتم مستغربين من صوتي، ايوة خليني اشرح لكم وش صار معاي. واول شيء انا اسف اني سحبت عليكم اسبوع، وكان من المفترض اني انزل يعني 3 فيديوهات او فيديوين في جائزة العيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الله يسلمكم، جاء العيد وكنا فرحنا بالعيد ومشغولين بالعيد وهذا وكذا، تعرفوا رحلات واللي سافر واللي يدور. المهم ايش اللي صار بعدين، الله يسلمكم، اخوكم في الله صارت له بكتيريا في الحنجرة، او ما اعرف ايش يسموه، صديد اذا ما خفضني بعد، صار فيني صديد والتهاب بكتيريا في الحنجرة صراحة يعني، وغير كذا حمى وزكام، كل أمراض الدنيا صارت فيني. من وقتها ما قدرت لا أصور لا فيديو ولا حتى أنزل مقطع ولا شيء، فأنا جدا آسف أني ما نزلت لكم شيء ولا رفعت لكم شيء، ولكن لين ما الله يفرجها إن شاء الله قلت أن أنزل لكم مقطع بسيط أتكلم عن بعض الأشياء في السيارة وإيش مستقبلين إيش بسوي إن شاء الله. الله يسلمكم، إن شاء الله منتصف الشهر الجاي الكولري راح تكمل معاي سنة، بكون ماشي فيها تقريبا 27,000، فإن شاء الله بسوي مقطع ألخص كل الأشياء اللي صارت معاي في السيارة مرة واحدة كلها في مقطع واحد، هذا كذا بيكون أسهل حتى للمشاهدين جدد أنهم يعني لما يشوفوا المقطع يعرفوا كل الأشياء صارت من بداية للنهاية مع السيارة. أما بخصوص الصوت الطنين اللي كان يطلع في السيارة حاليا اختفى وما يطلع إلا درجة حرارة تكون برع فوق 45-46 بعدين الصوت يطلع. أما أقل من كذا يعني تشوفوا حاليا 43، لما شغلت السيارة ما كان في صوت، وحتى مع أن الحين البنزين أقل حتى من النص ولكن ما في صوت الحمد لله يعني، فما أعرف، الظاهر هذا شيء طبيعي وما في أي مشكلة. وشيء ثاني ويش، إن أنا ما أبغى أنزل مقطع بس إني أنزل مقطع، أبغى مقطع يكون منه فايدة الناس تستفيد، وغير كذاك إنه يكون مفيد لأن يعني المشاهد يستفيد من المقطع، أما بس أنزل المقطع كذا بدون أي فايدة ما أريد يكون كذاك. فحاليا ما في تجارب سيارات جديدة بسبب مرضي، وقفت كل التجارب وقفت كل شيء، ما أقدر حتى أسوي شيء يعني، يا الله يا الله أقوم وأكل وأصلي وأنام، أما شيء ثاني ما أقدر أسوي حتى. فدعواتكم بالشفاء العاجل إن شاء الله، مثل ما قلت لكم مقطع بسيط بس أوضحك بشيء، وإن شاء الله من صحتي إن شاء الله تتحسن برجع أنزل فيديوهات ومقاطع السيارات، وأيضا ناوي أسوي أشياء على الكولري إن شاء الله تعجبكم. فعموما نشوفكم على خير ومع السلامة. لا تنسى ولا تنسى إذا ما كنت مشترك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات وخليك جاهز على المحتوى الجاي. نشوفكم على خير ومع السلامة.